أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج فنون، ونبدأها بالعناوين. وفيها بعد غياب 5 سنوات سميرة سعيد تعود بأغنية مصورة لمدينة أربيل العراقية، وحوار خاص مع النجمة الشابة سيلينا جوميز، والعرض الخاص لفيلمي كابتن فيليبس وماشيتي كيلز. ونبدأ فقرتنا مع أخبارنا المحلية، فبعد النجاح أغنيتها المغربية الجديدة ما زال والتي صدرت مؤخرا، قررت النجمة المغربية سميرة سعيد خوض تجربة جديدة بعيدة عن اللهجتين المصرية والمغربية، وذلك من خلال أغنية أربيل التي أهدتها للشعب العراقي وصورتها خاصة، وأن أربيل تم اختيارها عاصمة للسياحة العربية للعام الجديد 2014. أسباب اختفاء سميرة سعيد طيلة السنوات الماضية وأحدث ما تقوم به من أنشطة فنية نتابعه في التقرير التالي. حياتي بحبك طعم ونوم، مش حتنازل عنك أبدا مهما يكون. عرفها محبوها وعشاقها بأغنيات تركت علامات بارزة على مر العقود، بدءا في الثمانينات من أغنيات الجاني بعد يومين ومش هتنازل عنك، ومرورا بأغنيات التسعينات مثل خايفة وعاشقة وبشتاق لك ساعات وكل دي إشاعات وعالبال وعمري ما سيبك، وحتى الألفية الثالثة بليلة حبيبي ويوم ورا يوم وأويني بيك وأيام حياتي. إنها النجمة المغربية المتميزة سميرة سعيد، والتي يطلق عليها عشاقها لقب الديفا. اختفت سميرة سعيد فترة بعد آخر إصداراتها الغنائية في العام 2008 بسبب تردي أوضاع الإنتاج الموسيقي بشكل عام في العالم العربي، ومرورا بأحداث سياسية فرضت نفسها على الساحة، إلا أنها قررت أن تعود بشكل قوي مع مطلع العام الجديد 2014 من خلال أغنية وطنية عراقية خصت بها مدينة أربيل التي ستحتفل بكونها عاصمة السياحة العربية للعام 2014. الأغنية التي أهدتها سميرة للشعب العراقي صورتها خلال الأيام القليلة الماضية في بيروت، وظهرت فيها كعروس سعيدة بفستان الزفاف الأبيض، بينما صاحبتها فرقة موسيقية شهيرة تعزف في خلفية التصوير. هي الأغنية بمناسبة أنه أربيل سنة 2014 إن شاء الله هتبقى العاصمة السياحية. لا أنا صحيت بدري قوي، صحيت الساعة 6 الصبح والحقيقة نايمة متأخرة وما عرفش أنام يعتبر يعني، بس دايما جو التصوير بيبقى فيه جو من الحماس، فما بحسش الواحد بالوقت ولا بحس بالنوم يعني، بس أكيد أنا صاحية من بدري قوي قوي يعني. الأغنية من كلمات أراس عبد الكريم وألحان هلكوت زاهر، وأخرج الكليب الخاص بها المخرج اللبناني الشهير فادي حداد. هيك رحت كان له فيديو كليب عادي، حسيت إذا بدي أروح وطني شوي ما راح أربح شريحة كتير كبيرة، لأنه صار لها زمان غايبة. احترمت بوث سايدز يعني 50-50 إذا بدك، بس كمان غايبة عن المشاهدين إنه الحق عليها يشوفوها أكتر، خففت مشاهد البرة وكترت عليها شوتات أكتر. من ناحية أخرى تواصل أغنية سميرة سعيد السنجل الجديد التي أطلقتها مؤخرا باسم ما زال نجاحها على المستويين المحلي والعالمي، فرغم النجاح الكبير الذي حققته الأغنية عند طرحها في مصر والمغرب، إلا أن الأغنية استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة الغنائية العالمية لتترشح لجائزة World Music Award عن العام 2013، وتترشح صاحبتها أيضا لجائزة أفضل مطربة عن العام نفسه. أما بخصوص الألبومات الغنائية، فما زالت النجمة سميرة سعيد تواصل تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المتوقع أن يرى النور في أواخر العام القادم 2014، وسيضم لأول مرة عددا من الأغنيات بلهجات عربية مختلفة مثل المصرية والمغربية واللبنانية والخليجية، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها سميرة سعيد على ضم هذا الكم الكبير من اللهجات في ألبوم واحد، بعد أن كان كل تركيزها طيلة الألبومات الماضية على الغناء باللهجة المصرية فقط. إبراهيم بهاء لبرنامج فنون.